من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي وفي معاملتهم مع الناس يقومون بالحق لله سبحانه وتعالى بتوصيل هذه الرسالة وبتحمل المسؤولية فيها وبتحمل التبعة ولو أدت إلى قتلهم ونفيهم وسجنهم. يطرح فيها المشايخ الفضلاء قضايا مهمة، يعني من يدعونا يعني باسم الدين إلى طاعة ولي الأمر بالمطلق، لتبنى فيها التصورات الصحيحة والمفاهيم السليمة. ما هي الفروق المعتبرة بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية؟ قضايا لها صلة وثيقة بواقع الأمة عموما. كنتم قد توقفتم عند أن هذه الثورات تمثل حركة ناس مظلومين، لكن هذا الإفساد الآن في أخلاقهم وقيمهم وعقائدهم ليس من الترفيه بشيء، وتسميته بالترفيه إنما هي من التلبيس على الناس، وواقعنا الليبي خصوصا. طيب سمحت الشيخ، لو انتقلنا لمسألة القتال في ليبيا، غزوه لطرابلس وسعيه لتحطيم هذه المدينة على رؤوس أهلها، وبعضها يخاف من هذه الثورات فيريد إفشالها من الداخل، وحينئذ سيحاولون اختراقها جميعا. حتى يكون المؤمن العامل على بصيرة من دينه ويستبين السبيل الصحيح. حلقتان استثنائيتان من برنامج معالم، رفقة الشيخ عبد الحي يوسف والشيخ محمد الحسن ولد الددو، تأتيانكم في الأوقات التالية على شاشة التناصح الفضائية.